طبعا هذه سناب لبعض الناس اللي يقولون انت ما في سنابك فايده، ما عندك محتوى، اللي بيتابعك يتابعك ليش؟ الله، البحث عن الفائده والعقول العبقريه هذه. طيب تابع الحين يا حظي، شوف جالسين نجيب لك فوائد، واكتشفت انك ما تفهم درجن برجن مرجن حرجن، لو يصبون العلم في اذنك بانبوب برضو ما في فائده. هذه تربط فيها ورعك يا المجرم، انت مجرم، انت جايب ورعك في الفنادق تربطه، ولا تجيب واحد عمره شهر وترقده على حقة الشنط؟ اخطبوط اخطبوط وراعينكم. لا، والاتيكيت، يعني اكتشفت عندكم اتيكيت